ماجد كابتن ماجد عاد إليكم من جديد. جدل مستمر منذ إعلان انسحاب جنراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك في إياب دور الاثنين وثلاثين من دوري أبطال أفريقيا. فعلى الرغم من تأكيدات محلية بأن موقف الفريق الأبيض قويا في الأزمة، إلا أن هناك من أطل بمعلومات إذا صحت فإنها ستقلب الموازين جميعها. الإعلامي علاء صادق المعروف بتعصبه إلى الأهلي ومهاجمته المستمرة للزمالك ومجلس إدارته، زعم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد اتخذ قرارا نهائيا باعتبار الزمالك مهزوما أمام جنراسيون فود وتأهل الأخير لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا، على أن يتم الإعلان رسميا عن القرار في 8 أكتوبر الجاري. صادق ادعى في فيديو وصله عبر يوتيوب بأن الكاف تأكد من أن الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد زور خطابا بالتواطؤ مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن طلب الأمن نقل المباراة إلى برج العرب بالإسكندرية رغم خوض مباريات في هذه الفترة بالقاهرة، مشددا على أن الجهات الأمنية لم تطلب مطلقا نقل المباراة من ملعب بيتروسبورغ. لا مجال للفهلوة ولا عزاء لزمالك. تزوير خطاب اتحاد كرة القدم إلى نظيره الإفريقي أصبح هو الأزمة وأصبح هو القضية. الناقد الرياضي قال إن هناك خلافا بين أحمد أحمد رئيس الكاف ومعاز حج السكرتير العام، فالأول يتعاطف مع الزمالك لكن حج يرفض ذلك ويصر على اعتبار جنراسيون فائزا ومتأهلا لدور المجموعات، مؤكدا أن كفة السكرتير العام هي الأقوى لأن له مؤيدين كثر داخل المكتب التنفيذي ولجنة المسابقات. المفاجأة لم تكن في المعلومات التي أوردها علاء صادق لأنه ببساطة لا يمكن الاعتماد على مصداقيتها، كما ذكرنا سابقا باعتبارها جاءت من رجل لا يمثل طرفا محايدا، فهو دائم الهجوم على نادي الزمالك ورئيسه، كما أنه دائم الدفاع عن مصالح النادي الأهلي الذي خرج عدل القيعي أمس عبر قناته ليعلن دعمه للنادي السنغالي في أزمته أمام الزمالك، ويؤكد أن جنراسيون لم يرتكب أي خطأ. ده قال إن مصر بلد الأمن والأمان، يشكر، وراح عمل سياحي ودعائي من الطراز الفريد انه راح المتحف وزار وقال للناس يا اخوانا مفيش، بصرف النظر عن غرضه من هذا الامر، لكنه هذا عمل محترم بدل ما كان يقدر يقلب الموقف ويقول انا مش لاعب لعدم ملائمة الاجواء. المفاجأة الحقيقية جاءت عن طريق تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي، والذي تجمعه علاقة وطيدة بمرتضى منصور وخلاف قوي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. آل الشيخ على غير المتوقع كتب منشورا على صفحته الرسمية على فيسبوك أعلن من خلاله دعمه للخطيب في أزمته مع مرتضى منصور الأخيرة، وقال: الكابتن الخطيب له وعليه، ونتفق ونختلف، لكن لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق. أدعمه وأسانده في تلك الحالة، ونتفق ونختلف حول الكرة، ده شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام. لم الواد مرجان يا محمود، وإلا حكي قصة مجدة من ساعة ما تقبض عليها، أنا لو منك ما نزلش من بيتي، يا محمود يا خطيب يا أخو مجدة، وهبتدي أحكي بقى، يا أخو مجدة. الأهلي من جانبه قدم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور إلى 10 جهات، هم رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، مجلس النواب، النيابة العامة، وزارة الداخلية، اللجنة الأولمبية، المجلس الأعلى للإعلام، اتحاد الكرة، وزارة الشباب والرياضة، ولجنة ضبط أداء الإعلام والرياضة. محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي الأهلي قال في تصريحات تلفزيونية إن الهدف من مخاطبة كافة الجهات السيادية هو استمرار إدارة القلعة الحمراء في تصعيد إجراءاتها ضد رئيس الزمالك لمحاسبته على تجاوزاته المستمرة ضد رئيس الأهلي وأعضاء مجلس إدارته. عثمان طالب برفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور قائلا إن القانون بات معطلا بسبب هذه الحصانة وأن رئيس الزمالك استخدمها لسب وقصف المحصنات في بيوتهم. شاركونا بالرأي، هل تتوقعون رفع الحصانة عن مرتضى منصور؟